اهلا وسهلا فيكم واهلا بالاصحاب. اليوم حلقه جديده ومثل العاده مليئه بكثير مفاجآت وبخبار، واكيد بقصه رح اخبركم اياها. بس بداية ومثل كل حلقة بكون عم خبر عن التصرفات الحسنة يلي لازم أعملها تجاه أصحابي أو إخواتي أو تجاه أهلي. واليوم رح بحكي عن الاستيقاظ صباحاً تنروح على المدرسة. وبعرف إنه في كتير منكم كتير بيتضايق الصبح كيف بده يقوم ويحضر حاله على المدرسة، لأنه بتكون بعده حاسس حاله إنه نعسان. أولاً بحب لكم يا أصحابي ما تنسوا تناموا كتير بكير قبل بليلة تتوعوا النهار منشطين وعندكم طاقة. إذا نمتم أخرين تاني نهار مش هتكونوا شبعانين نوم، وأكيد رح تتضايقوا بالوعي الصبح. وما تنسوا يا أصحابي عيروا المنبه حتى تكون بتعيروه قبل بليلة، وتاني نهار بالصبح برن وبتوعوا وبتبلشوا تحضروا حالكم. وتبتوعوا من النوم الصبح ما تضليكم بالتخت، قوام قوموا من التخت وبلشوا حضروا حالكم تتروحوا على المدرسة، لأنه إذا ضليتوا بالتخت رح تضليكم تحسوا حالكم إنكم نعسانين. وبحب لكم كمان يا أصحابي شغلة كتير مهمة، إنه وقت بتوعوا من النوم روحوا قوام على التواليت وغسلوا وشكم، غسلوا وشكم كتير منيح بالمي. أكيد المي والصابون رح بخليكم إنه توعوا كتير منيح وتحضروا حالكم لنهار جديد، وأكيد تتروحوا تشوفوا أصحابكم وتتسلوا وأكيد تعملوا نشاطات بالمدرسة. قصتنا لليوم بتحمل عنوان ماذا يوجد في براد جدتي. كل مرة حليم بزور ستو بلاقي ألف نوع ونوع بقلب البراد تبعوله، وقوام ستو بتقله فوت يا حليم واختار شو بدك طعام بقلب البراد. واليوم فتح حليم الباب تبعه البراد ستو ولقى كل أنواع الأطعمة حسب الأحرف الأبجدية وبلش يعدون. ألف أكدني، باء بقدونس، ت التوت البري، ث الثوم للطبخ، ج جوز، ح حمص، خ خوخ الأحمر، د الدجاج، ز ذرة، ر رمان، ز زيتون، س سمك، ش شمام، ص الصبار، ض ضاني لحمي للشوي، طه طماطم أو بندورة، زه نبات الظفر، عين العدس، غين جراتا يلي هي طبخة فرنسية، في فاصوليا، قاف قرنبيط، كاف كمون، لام لحمة، ميم مربى، نون نودلز، هاء هال أو حب الهال للقهوة، واو ورق عريش، ويا اليقطين أو اللقطين. وكل مرة بيفتح البراد تبع ستو بيلاقي حليم ألاف وألاف من الأطعمة. وإنت ببراد التيتا شو بتلاقي أكل؟ بالفقرة التالية بسينة أو كلب. اليوم لا بحكي عن البسينة ولا بحكي عن كلب، اليوم لح بحكي عن الحمام. الحمام هو نوع من أنواع الطيور، ومن زمان من زمان كتير من زمان كان يربى الحمام، الإنسان بيربي الحمام عنده. وبحب لكم يا أصحابي إنه في نوعين من الحمام. في عنا الحمام البري يلي بيعيش بس بالبروج، البروج العالية هنيك بيعيش، أو في عنا الحمام الأهلي يلي بيعيش بين العالم، وفي كتير أنواع من الحمام الأهلي. صوت الحمام هو الهديل، وبيحتوي جسم الحمام على حوالي 10,000 ريشة، وبيقدر الحمام إنه يتعرف على وجه الإنسان وبيتذكره، وبيتبادل ذكر وأنثى الحمام القعدة على البيض تيفقسه، فهي بتقدر تقعد خلال النهار وهو الذكر بيكون عم يصطاد، ومن عشية بتكون عم ترتاح الأنثى وبكون ذكر الحمام قاعد على البيض تيفقسه. وبحب لكم آخر شيء إنه الحمام بعيش حوالي 30 سنة. بالفقرة التالية أسئلة صديقنا بوبو. اليوم صديقنا بوبو عم يسألني ليش لازم الواحد دايما يغسل عويناته. في أشخاص منا بيلبسوا عوينات تا يقشعوا منيح،
وبابو عم يسألني ليش لازم غسل الإزاز تبع العوينات، لأنه طول النهار خلال الدرس خلال العمل وقت بشوف أصحابي وقت بكون عم بلعب معهم وقت بكون عم بحكي مع أهلي طول الوقت العوينات والإزازة اللي حينجوا من الغبرة. من هيك تقشع كتير منيح لازم كون عم غسل كل يوم كل يوم العوينات مرة أو مرتين. وأكيد لازم مسح العوينات كتير منيح وقتها بغسلون، وقتها بغسلون لازم غسلون بالماء والصابون. بفتح الماء على العوينات، بحط الصابون على العوينات، بغسلون للإزازات. من بعد ما غسلون بحط لهم مي من أول وجديد، بفوحهم من أول وجديد. بعدين بجيب شقفة ناشفة كتير منيح وبنشف الإزازات كتير منيح وبحطهم، وهيك بصير أقشع كتير منيح يا بوبو. من هيك يا بوبو إذا جوي عويناتك لازم قوام بتغسلون، وما تنسى كل يوم مرة أو مرتين لازم تغسل عويناتك خاصة الصبح قبل ما تروح على المدرسة. فقرتنا التالية يا أصحابي هي اليوم رح بحكي عن باريس. باريس هي عاصمة فرنسا، وباريس تعتبر من أكبر المدن بفرنسا. حد باريس على الضفاف تبعولها إذا بتكون في نهر السن، ومؤلفة باريس من 20 شارع كتير 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 كبار، منسميهم من 20 دائرة. وبباريس في كتير كتير متاحف كتير حلوين، وأكيد بباريس في مسارح مهمة كتير ومعالم أثرية مثل التور إيفل، مثل أرك دو تريومف أو قوس النصر، قصر فرساي، أو حتى المتحف اللوفر. المناخ تبعه الباريس هو مناخ معتدل ورطب نسبيا، وكل شوارع باريس كتير حلوة وتعتبر شوارع أثرية. وبباريس في كنائس كتير كتير حلوة، وأكيد كاتدرائيات رائعة. بالفقرة الأخيرة من برنامجنا ومثل كل حلقة نجاوب على سؤال ماذا لو، واليوم سؤالنا ماذا لو لم تمطر لكن مش عم بتشتت الدنيا شو بيصير؟ أكيد كل حياة الإنسان والحيوان والنبات تعتمد على الماء، نحن بحاجة للماء بحاجة للمطر، فإذا ما شتت الدنيا النبات مش رح يطلع، وبالتالي رح يتأثروا الحيوانات لأنه الحيوانات مش رح تلاقي أعشاب ولا أوراق أشجار تكلون، وبالتالي رح يتأثر كمان الإنسان. من هيك كتير مهم إنه تشتت الدنيا تيطلع النبات ونحن كمان تنشرب والحيوانات كمان تيلاقوا ماء. من هيك كتير مهم يا أصحابي نكون عم ننتبه على البيئة تبعولتنا تضل تشتي الدنيا. بنهاية حلقتنا أنا كتير انبسطت إنه رفقتكم بحلقة جديدة، وأكيد انتبهوا على حالكم وتصرفوا تصرفات حسنة، وأكيد منلتقى بحلقة جديد. الله يكون معكم.